علاج الامساك. البوتاسيوم، خلينا نبلش بالبوتاسيوم، اكيد واهم عنصر من اهم المعادن لتحسين حركه القولون. الحامض والزنجبيل بنشط الامعاء، الخيار، الخس، الخوخ، البقدونس، زيت الزيتون، او اذا بدنا نستبدل زيت الزيتون اكيد فينا ناخذ زيت الخروب. اكيد عم بحكي للاشخاص اللي بيعانوا معاناه مع مشكله الامساك، وما بدنا ننسى شرب المي، واكيد نعمل رياضه. اما الاعشاب اللي بتخلصك من غازات البطن هن الزنجبيل، الكركم، الحبه السوداء، القرفه، اليانسون، البيبونج، واكيد الشاي الاخضر. اما هلا جينا للاشخاص اللي بيعانوا من مشكله القولون العصبي، الكمون، الشمر، الزنجبيل والشاي الاخضر كمان بيساعدوا، والبيبونج واليانسون كمان للاشخاص اللي بيعانوا من القولون العصبي. شغله هيك على السريع، ما بدنا ننسى ندخل بنظامنا الغذائي من وقت لوقت البابريكا، لانه ما بدنا ننسى مضاد للالتهاب جدا عالي وقوي، مضاد للسرطانات ومضاد للسكري. واخيرا وليس اخرا، بحبكم كثير.